السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام ومساكم الله بالنور والسرور على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم المتنوع 7 على 7 والمتميز. طبعا أمسي ورحب زميلتي سهام، مساء النور عليك. يسعد لي مساك عبد العزيز، يسعد لي مساكم مشاهدين وحياكم الله ببرنامجكم الجميل والممتع برنامج 7 على 7 اللي يطلع عليكم طبعا من الأحد الخميس والمحب المواضيع الجميلة. طبعا مواضيعنا اليوم وايد جميله ومتنوعه بعد. راح نبتديها بالانتخابات اللي هي راح تكون انتخابات المجلس الوطني ان شاء الله تعالى. اعلنت اللجنه الوطنيه للانتخابات امس تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك ضمن الجهود الحثيثه في اداره العمليه الانتخابيه في دورتها الرابعه التي تجري في اكتوبر المقبل، حيث حددت اللجنه يوم 5 اكتوبر المقبل اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. نعم مشاهدينا، وفي اطار تطوير العمليه الانتخابيه وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي في دوله الامارات العربيه المتحده بناء على برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله والذي أعلن عنه في عام 2005، واتباع كذلك أفضل المعايير والممارسات العالمية في تنفيذ العملية الانتخابية ومنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة في ممارسة حقهم الانتخابي أينما تواجدوا. يأتي ذلك الإعلان يأتي إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني اللي يشكل إضافة جديدة لمسار التنمية السياسية عبر توضيح مختلف محطات العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة هذا العام. طبعا سهام مشاهدين الكرام، ويوضح الجدول التسلسل الزمني لكافة فعاليات وأهم محطات العملية الانتخابية بما في ذلك إعلان فتح باب الترشح ومقار مراكز الترشح ابتداء من 7 أغسطس وموعد بدء تسجيل المرشحين أنفسهم في المراكز الانتخابية في 18 أغسطس لمدة 5 أيام، ومن ثم إعلان القوائم الأولية لمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، ويليها مباشرة فترة تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين والتي تستمر ل3 أيام. في الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين، وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية، في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر، فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو 15 من سبتمبر عفوا، وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومين تبدأ من 22 سبتمبر وتنتهي في 23 سبتمبر المقبل. نعم. بمشيئة الله. نعم، وفقا للجدول مشاهدينا تمتد فترة التصويت المبكر من 1 إلى حتى 3 أكتوبر المقبل، والتصويت المبكر هو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات، ويهدف كذلك إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية لإدلاء بأصواتهم مبكرا قبل يوم الانتخاب الرئيسي. طبعا وحسب الجدول فسيكون يوم 5 أكتوبر هو يوم الانتخابات الرئيسي، وهو أيضا اليوم الذي يشهد إعلان نتائج الفرز الأولية، وتبدأ فترة الطعون في 6 أكتوبر وتستمر لمدة يومين، حيث يشهد يوم 9 و10 أكتوبر رد اللجنة على الطعون، في حين يكون يوم 13 أكتوبر هو اليوم الذي يتم فيه إعلان القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية. نعم، الله يعطيهم العافية، وصراحة نعم. أعضاء المجلس الوطني كفوا ووفوا ما شاء الله، وكان نعم. لهم تأثير قوي فعلا. ما شاء الله في طرحهم للأسئلة والقضايا اللي ناقشوها حتى في فترة نقول وجودهم. نعم، الحمد لله رب العالمين. وفي خبر حلو ان اللجنه الوطنيه للانتخابات اعلنت ان في تطبيق عن اطلاق تطبيق خاص للانتخابات، يعني تقدر على التليفون تحول التطبيق على التليفون، على التليفون عندك على الايفون على الابل ستور والاندرويد. الحلو يا سهام مشاهدينا الكرام ان نحن في دوله الامارات حتى في الامور الانتخابيه سهولة. في تكنولوجيا في 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 اضافات ما في موجوده سهولة. في مرونه، في يعني ما تتعب الواحد، يكون خلاص انت جالس مكانك وتدلي في هالشيء بصوتك او غيره من خلال فعلا. فالحمد لله في تنوع في تقدم في التكنولوجيا هذه، والحمد لله رب العالمين. والله يوفق كل الناس، الله يوفق كل الناس اللي ناويين انهم يدخلون ان شاء الله تعالى وييسر امورهم. طبعا اليوم شو عندنا سهام؟ عندنا مواضيع جميله مشاهدينا، بنبداها مع شرطه ابو ظبي تطلق حمله لامانتهم راعون، وعندنا الدبلوم المهني المعتمد لرياده الاعمال، اكيد بنسلط الضوء كذلك على المعسكر الصيفي للاطفال 2019 تحت شعار نحو صيف مبدع، وعندنا افتتاح خور ام القوين امام حركه الصيد،
أكيد، وتخريج دفعة عام التسامح لطلبة الثانوية العامة من مدرسة الإمارات الخاصة. مبارك لهم التخرج طبعاً. أكيد. أجمل فرحة يعني. ويستانسون أكثر شيء وتطلع النتائج وإن شاء الله يا رب تكون تباشر خير الأسبوع الجاي. إن شاء الله. طبعاً مشاهدين الكرام، الأسبوع العلمي لمسبار الأمل نظمه مركز محمد بن راشد للفضاء. أكيد، مع بداية شهر يوليو الجاري مشاهدينا، ويسلط الضوء على أهمية مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ للمنطقة العربية. المزيد من التفاصيل نتابع معا هذا التقرير. الهدف من الأسبوع العلمي لمشروع الإمارات استكشاف المريخ مسبار الأمل هو توعية المجتمع في دولة الإمارات بأهداف مشروع الإمارات استكشاف المريخ، وأيضاً شو الأدوات العلمية اللي بتكون علامة مسبار الأمل والبيانات العلمية اللي بنحصلها من المشروع. هذه التوعية بتكون عن طريق ورش تفاعلية مع الجمهور، وأيضاً عن طريق حلقة نقاشية يقدمها الفريق العلمي لمسبار الأمل، وأيضاً لقاءات علمية وأحاديث تكون عن مواضيع بحثية في مجال المريخ عن طريق أعضاء من الفريق العلمي لمسبار الأمل، وأيضاً طلبة يعملون على أبحاث تخص علوم المريخ. مسبار الأمل يهدف إلى الوصول إلى المريخ في عام 2021 تزامناً مع الذكرى 50 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك سيتم أطلاق المشروع من اليابان في 2020، لأن مدة الرحلة تأخذ 7 شهور حتى تصل إلى المريخ. حالياً مسبار الأمل في مرحلة الاختبارات واكتمل منها 85%. طبعاً هذه الورشة جداً مميزة وتخدم شريحة كبيرة من المجتمع لتنشأ جيل واعي مثقف في مجال الفضاء، وخاصة في مجال الكوكب أو في الكوكب المريخ، لأن كوكب المريخ حاليا في زمن هذا قاعد يركزون عليه وايد. ودولة الإمارات إن شاء الله خلال الفترة القادمة راح ترسل مسبار الأمل، راح يكون هو الأمل للأمة الإسلامية العربية إن شاء الله. لأن الوركشوب اليوم بتتكلم عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وهو صراحة نقطة مهمة. المريخ لأنه أقرب الكواكب للأرض، وغير أنه يعني ممكن هالشيء بيفيد دولة كدولة الإمارات بيفيدنا جدا في المستقبل. وأنا صراحة اهتماماتي فلكية، ممكن كطالبة جيولوجيا فالمستقبل القريب بما أني أنا خريجة ممكن أني أفيد الإمارات أو جامعة الإمارات بمثلا بالسكيلز الخبرات الجيولوجية اللي عندي، فممكن أني أنا أشتغل أتوظف في مركز محمد بن راشد الفضاء أو وكالة إمارات الفضاء، وأقدر أفيدهم من الناحية الجيولوجية للكوكب. طبعا حلو استثمار الوقت سيهام مشاهدينا الكرام بأمور مفيدة. وطبعا راح نشوف وياكم شرطة أبو ظبي تطلق حملة لأماناتهم راعون، تستهدف المؤسسات الحكومية والتعليمية والأسرية والمجالس المجتمعية والشبابية في إمارة أبو ظبي. بدأت 14 أبريل وراح تستمر لنهاية العام الجاري. أكيد مشاهدين، المزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الرائد حنان عبد الله النعيمي، رئيس قسم العلاقات والتعاون في إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبو ظبي. مرحبا بك استاذ، نورت البرنامج. نور بهلة، مشكورين على الاستضافة ويحياكم ومرحبا بكم. ما عليك زود. الرائد حنان، خلينا نتكلم عن الدور التوعوي الذي تتطلع فيه به شرطة أبو ظبي للحد من هذه الآفة. الدور التوعوي حابة شرطة أبو ظبي أنها توصل لنا توصله هو نشر وتعزيز ثقافة النزاهة الوظيفية باستخدام قنوات التواصل، شبكات التواصل الاجتماعية وقنوات المرئية والمسموعة لتصل لأكثر أفراد بالمجتمع. لنشر هذه الثقافة وهذه المفاهيم والمبادئ المتعلقة بالحملة إن شاء الله. نعم، سعادتك الهدف اللي تبون توصلون له من الحملة هذه؟ الهدف أخوي هو أن احنا إرساء منظومة وطنية للنزاهة الوظيفية وتعزيز ونشر الثقافة، ثقافة النزاهة والعدالة والمساءلة
في إطار رؤية شرطة أبو ظبي لتحقيق جميع أهدافها الاستراتيجية. ممتاز. نعم الرائد حنان، خلينا نتكلم عن شمولية الحملة والتي تستدعي وصولها لكافة شرائح المجتمع، كيف ستعملون على هذا الجانب بالذات؟ مثل ما احنا نعرف احنا الحين في فترة ما شاء الله التطور والتكنولوجيا والإنترنت داخلة لجميع الفئات، أكيد. كبار وصغار، صحيح. متعلمين وغير متعلمين، فإحنا عن طريق استخدام الوسائل قنوات الإعلام المرئية والمسموعة التلفزيونات والراديوهات وعن طريق شبكات التواصل فيسبوك والإنستغرام تويتر جميع الوسائل الاجتماعية المتاحة بالنسبة لنا وعن طريق عقد محاضرات وورش عمل مع جهات حكومية تربوية وأسرية وتعليمية ومجال شبابية ومجتمعية وكذلك رمضانية، لأن فيما سبق طبعا كان مر علينا شهر رمضان ومن خلال نشر بوسترات ولمدة عام كامل قاعدين ننشرها وعن طريق بروشورات كاملة وكتيبات. نعم الله يعطيكم العافية. رائد حنان عبد الله النعيمي رئيس قسم العلاقات والتعاون في إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبو ظبي، شكرا على هذه المداخلة الجميلة. العفو، جزيل الشكر لكم. الله يعطيكم العافية. مشاهدين أكيد مكملين معاكم برنامجنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. سهام، شو تعرفين عن الدبلوم المهني في ريادة الأعمال؟ هو يبغى يوهقني الحين. لا والله انا بروحي ما اعرف، بعرف اكثر. اكيد بنتعرف مع مشاهدينا على هالموضوع. صح، بنتعرف عن الدبلوم المهني المعتمد لرياده الاعمال اللي اطلقتها دائره الموارد البشريه براس الخيمه، واللي كان بالتعاون مع اكاديميه دبي لرياده الاعمال، واللي هي تابعه لمؤسسه محمد بن راشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. اكيد. والحين عبد العزيز ومشاهدينا بنتعرف اكثر مع الاستاذ امن الشحي مدير اداره التوطين والمواهب الوظيفيه في دائره الموارد البشريه في راس الخيمه. خلونا مرحبا بها. مرحبا بك، نورتي البرنامج. مرحبا بك حبيبتي، الله يعطيك العافيه. الحين اعتقد السؤال اللي انا وسهام نبغى نعرفه مشاهدينا الكرام، بنرد شو هو الدبلوم المهني لرياده الاعمال؟ طبعا دائره الموارد البشريه في راس الخيمه نظمت هذا الدبلوم نفس ما ذكرته بالتعاون مع اكاديميه دبي لرياده الاعمال، الذراع التعليمي لمؤسسه محمد بن راشد لتنميه المشاريع الصغيره والمتوسطه. هذا الدبلوم المميز فيه أن استهدف الباحثين عن عمل، يعني الباحثين عن عمل اللي ما عندهم وظائف. كان هدفه الرئيسي أن نحن نوجد فرص بديلة للعمل وننشئ قنوات أخرى للتوظيف، بحيث أن نحن هذيل الباحثين نغير فكرهم أنه مش لازم نحن نحصل وظيفة، ليش نحن ما نصير رواد أعمال. ممتاز. ونكون أصحاب أعمال ومشاريع تنطلق في إمارة رأس الخيمة. حلو. طبعا كل المستهدفين من إمارة رأس الخيمة، استهدفنا في الدفعة الأولى 31 باحث عن عمل، طبعا كلهم ما يعملون، يعني كان الشرط الرئيسي ان ناس عاطلين عن العمل، يعني طلاب جامعه او غيره، طلاب الجامعه بالضبط او خريجين جدد، كلهم من فئه الشباب. طلقه الدفعه الثانيه هذا الاسبوع يوم الاحد وضمننا 30، خرجنا الدفعه الاولى 31 وحين بصدد يعني او نحن اطلقنا الدفعه الثانيه 30 شخص بعد يوم الاحد وبتستمر لنهاية أغسطس. ممتاز إن شاء الله. ممتاز. حلو. إذا تكلمنا عن دور الدبلوم في تحقيق رؤية إمارة رأس الخيمة 2030. طبعاً رؤية رأس الخيمة 2030 تضمن ثلاث محاور أساسية، اللي هي البيئة، بيئة مستدامة، والاقتصاد، اقتصاد متنوع ومزدهر، والمجتمع، مجتمع سعيد ومترابط. الدبلوم المهني كيف يدعم هذه الرؤية؟ من حيث أن نحن قاعدين نشجع الباحثين عن عمل أنهم يكونون أصحاب مشاريع يدعمون اقتصاد الإمارة، إلى جانب موضوع أن نحن وجود هذين الباحثين يدعم مجتمع سعيد ومترابط، بحيث نحن نوجد لهم وظائف أو أن أعمال أخرى غير أنهم هم يتوظفون. ممتاز. أستاذة أمنة، الدولة لله الحمد مركزة بشكل كبير على تنمية الموارد البشرية،
والدورات اللي تقدمها الجهات الحكومية للموظفين والباحثين عن العمل، الدبلوم هذا شو يضيف للدعم اللي موجود للموارد البشرية في الدولة؟ طبعا هذا الدبلوم يدعم ويكسبهم مهارات في مختلف، يعني مش بس نحن مطلوب منهم أن يعدون خطة عمل أو خطة مشروع. هذا الدبلوم عبارة عن 6 أسابيع 22 محاضرة، هاي المحاضرات متنوعة من بين الإدارة الاستراتيجية، إدارة رأس المال البشري، كيف يخططون ماليا، يعني ورش متنوعة بالنهاية يطلعون بحصيلة معرفية كبيرة تدعمهم سواء أنه يعني يعدون خططهم، والخطط تكون مبنية على انها تكون مقبولة في مثلا في صندوق خليفة، يطلبون اللي هو البزنس بلان او الخطة العمل تكون متوافقة مع المعايير المطلوبة في الجهات، بحيث انهم يقدرون يحصلون عليها تمويل. نوعيهم في يعني في مجالات عديدة، يعني مثلا شو معايير صندوق خليفة عشان يقبلونكم، شو معايير مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لتنمية المشاريع، شو المتطلبات الرخص في دائرة الاقتصادية، شو اللي مطلوب منكم. كثير ناس صحيح. ما يكونون يعرفون هذا فعلا. نعم. أستاذة أمنة وسهام، أنا اللي ملاحظ عليه الحين في عندنا مثلا صندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع، وحتى في كل إمارة في صندوق لدعم المشاريع. صحيح. غير اللي عنده مشاريع متوسطة وصغيرة عندهم الحين إعفاءات من البلدية، إعفاءات من رسوم التأشيرة، وإنها خصم بشكل كبير، ففي دعم كبير لها. دعم كبير الشباب يبدون. وما أقطع كلامك أخوي عبد العزيز، دعم موجود، ولكن هالفئة الشباب محتاجين أن يعرفون شو المتطلبات. صحيح. سواء من رخص، سواء من وين يقدرون يحصلون الدعم، لأن الدعم الدولة والقيادة الرشيدة مش مقصرين. صحيح. ولكن ينقص الوعي، ونحن دورنا كدائرة موارد بشرية قاعدين نوعي هذيل الباحثين، لأن الشباب ما شاء الله عليهم يعني في طاقات، في ابتكارات، المشاريع اللي طلعت من الدفعة الأولى ما شاء الله عليهم يعني كلها مشاريع ابتكارية. حلو. يعني مشاريع بعيدة عن التقليد يعني. بالضبط. أكي. كانت هاي أحد الورش الأساسية في بداية مشوارهم في الدبلوم اللي هو إدارة الابتكار. جميل. ممتاز. طيب كيف ساهم هذا الدبلوم في الإنتاجية الاقتصادية؟ كيف أثر؟ طبعا نحن الحين إن شاء الله هذيل الدفعة قاعدين نتابعهم. نعم. مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد ومع المؤسسات اللي موجودة، كيف نحن نقدر نقدم لهم الدعم بحيث أنهم ينطلقون في مشاريعهم. طبعا في نماذج سابقة. نعم. يعني نحن يمكن الدبلوم أول مرة ينطلق في دائرة الموارد البشرية، ولكن في حكومة رأس الخيمة في نماذج يعني حية طلقوا مشاريعهم، وكانوا متدربين عن طريق أكاديمية دبي لريادة الأعمال. مشاريع حية وموجودة، يعني كوفيات غيره، بس بطريقة يعني مبتكرة بالضبط. يعني كل ربعنا يا كوفي يا لاندري يا حلاق. دبر تغيير. شوية تغيير لازم يكون موجود. في تغيير حتى دائرة التنمية الاقتصادية عندنا، يعني أطلقوا 18 نشاط تقريبا للعربات. يعني قبل يمكن كان مو موجود، يعني الكشكات اللي هي الكشكات اللي موجوده هاي والله بدوا. وبعض المشاريع اللي طلعت منها ان ابتكاريه، بحيث انهم يعني يسوون صوالين متحركه، يسوون محلات زهور متحركه، يمكن قبل بس المطاعم الحين لاندري حتى متحرك. خلاص شو رايك نسوي استوديو التصوير انا وياك متحرك؟ شو رايك بس انت يعني تصوري انا ما بصور. لا لان حتى الحين انا اشوف الشباب لما يبدون بالدعم اللي موجود امانه قام تصير ماركه، يعني يفتح في اماره. صح. خلاص قام ينتشر في كل الامارات. صح. بالضبط. وفي اقبال كبير لله الحمد، يعني التسويق يلعب دور. لا يعني قبل الحمد التسويق يلعب دور. انا اشوف كيف طريقه التقديم، الطلب، تقديم السلعه، تقديمها، وهذه من احد يعني من احد الموديلز اللي موجوده في الدبلوم هو 22 ورشه. نعم. اوكي. حلو. من ضمنها اللي هم كيف يسوقون، مش يسوقون بالطريقة التقليدية. صحيح. كيف يسوقون عن طريق السوشيال ميديا، كيف يسوقون يعني يبتكرون. حتى أستاذة بنروحها في المحل، يعني ياما محلات دخلناها وكوفيات هي تكون الحجم الصغير، يعني سايز مالها مش إنه كثير. صحيح. لكن ديكوريشن ولاعبين لعب يعني يكونون عارفين السوق. أي. شو يبغي. بالضبط. الشباب أو المجتمع شو يبغي. يسوون دراسة. بالضبط. ومن ضمنها يعني إنهم بعد إنهم يسوون دراسة للوضع اللي موجود، شو الأشياء. بالضبط. الأستاذة أمنة ذكرت نقطة حلوة، من ضمن الورشة
في الورشة هذه عندكم أو الدبلوم المهني في عندكم كيف التسويق وفهم السوق وهذا اللي قاعد نشوفه في مراكز الشباب أغلبهم يخلوا الشباب يستمرون واستفادوا منه بشكل كبير أمانة. حاليا نحن بعد كيف ندعمهم نحن كدائرة موارد بشرية نحاول نسوي شراكات مثلا في الدفعة الثانية إن شاء الله بنسوي شراكة مع جوجل عندهم الديجيتال ماركتينج بيكون أحد الورش الإضافية اللي بتكون منضافة للورش اللي راح يأخذونها. هذا نحن كدائرة موارد بشرية ياسين نتعاون يعني مع جهات ممكن تقدم لهم دعم في هالمجال. ممتاز. فديجيتال ماركتينج إن شاء الله هو ما طلع في الدفعة الأولى في الدفعة الثانية إن شاء الله راح يكون موجود هذا. يعني هاي من المواضيع اللي بيتناولها الدبلوم. حديثة. بالضبط بس بالتعاون مع جوجل. استاذ أمنة أنا خليني أسألك سؤال يعني ممكن ما في أكل لا بعد السؤال هذا يكون في أكل لأن أنا معروف عندي إني ما أحب الأكل وايد عشان شيء قالت في أكل. الشاب أو الشابة اللي بتعتمد على المشروع هذا بعد التخرج مثلا بعد تخرج الجامعة يقول لك الوظيفة الحكومية أو الوظيفة الرسمية دخل ثابت أمان وظيفي المشروع هل راح يغني عن عن الوظيفة اللي راح توظفها أنا راح أفتح مشروع هل الدخل يخليني أنا مثلا أتزوج أبني بيت وأمشي في حياة أكمل حياتي بشكل عادي؟ طبعا الدبلوم هدف الرئيسي أن نحن يعني نفتح لهم أبواب يعني أن أنت مش محتاج الوظيفة أنت تقدر تصير رائد أعمال ويصير عندك الستاف الخاص فيك هو الموظفين أنت محكم يعني يغطي لهم كل جوانب البزنس مش بس أنت بتفكر في فكرة مشروع بتطلع فيها لا بدايتها يمكن فكرة تتقيم هذه الفكرة من قبل الأكاديمية ومستشارين ويشوفون ويدرسون الوضع وعقب يعني يأخذونهم في مراحل يبدأ من نفس ما ذكرت لكم إن إدارة الابتكار كيف أنت بتدير الابتكار وبيكون منتجاتك يعني شيء يونيك وفريد من نوعه بعد ذلك كيف أنت تسوق لهذا المنتج بمختلف الوسائل بعد ذلك عندك الخطة المالية حقك كيف أنت تدير الموارد البشرية اللي عندك وهكذا يعني هم يأخذون الرحلة كامل كأنك أنت رائد أعمال وتدير مشروع كامل متكامل مش بس فكرة وبتطلع فيها فعلا. طبعا أستاذة أمنة أكيد في متابعة مستمرة حقهم صح ولا لا يعني طبعا مش في البداية فقط طبعا نحن نتابعهم ونتابع الحين الدفعة تخرجت قبل أسبوعين تقريبا نحن قاعدين نحاول نربطهم في المؤسسات اللي ذكرتها اللي هم صندوق خليفة مؤسسة شيخ سعود لتنمية المشاريع أو دائرة الاقتصادية ونتابعهم نتابع إنجازهم إذا هم مستمرين في هاي الخطط لأن الخطط بالنهاية هي تقيم من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد أكاديمية دبي من قبل مستشارين ويعطونهم الدعم المستمر كيف هم يقدرون يطلقون هذا المشروع في أرض الواقع وها هدفنا الرئيسي بالأساس من الشباب المتخرجين في حال بيفتح مطعم أكيد أساس إنه نروح نسوي له دعاية ويأكلنا مجانا أوكي إن شاء الله يسمعونكم الحين إن شاء الله لا ونحن نسوي لكم إنفيتيشن يعني نسوي لهم دعاية وبس بحسابه بس أنا أكل فيه تتأكل؟ أنا مو أكل وأنا باخذ بيزا خلاص مو مشكلة الله يوفقهم إن شاء الله وفعلا تسهيلات كبيرة والدورات هذه بروحها كم تسوى أكيد يعني هي أصلا الدورات هذه الخارج يأخذونها ببيزات وكذي الحمد لله هني في صح الحمد لله القيادة مو مقصرين مقدمين لهم كل التسهيلات وكل الدعم الدبلوم إن شاء الله مستمر في دفعات جاية ويعني إن شاء الله إن شاء الله يعني تسمعون وتشوفون ونكون عن طريق البث المباشر عن وياكم إن شاء الله نطلعكم على نتائج هذه لا يبان إن يبهم هني ويبون معاهم أنا تعب صراحة كل اللي يصيرون يا نشوف صور يا نسمع كلام خلنا نجرب على أساس نسوق عدل شكرا لك أستاذة آمنة الشحي مدير إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في إدارة المواد البشرية في رأس الخيمة شكرا لك شكرا لكم طبعا الحين عدنا فاصل مشاهدين الكرام فاصل بعدها راح نواصل خلوكم ويانا حياكم الله مشاهدين بنتكلم اليوم عن تخريج دفعة عام التسامح مشاهدين لطلبة الثانوية العامة من مدرسة الإمارات الخاصة في الفجيرة مساء أمس في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفجيرة تحت رعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي
أكيد طبعاً. وبنرحب مع الدكتور، بنرحب بالدكتور عايشة سلام الصمادي مدير مدرسة الإمارات الخاصة في الفجيرة. مرحبا دكتور، نورت البرنامج. ياك يا الله، شكرا. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، ومبروكين التخرج، ومبروكين لكل الشباب اللي تخرجوا، والله يوفقهم إن شاء الله في حياتهم العملية القادمة. الله يبارك بعمركم، وبشكركم كثير، جهودكم كانت مباركة، ما قصرتوا معنا في تغطية حفل التخرج. نعم. دكتورة خليني أسألك عن حفلة التخرج اللي كانت أمس، مساء أمس، كيف كانت الأجواء؟ كيف كانوا الشباب بعد التخرج؟ بداية بحب أحكي عن مدرسة الإمارات، هي تأسست عام 81، هي أول مدرسة في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية. ما شاء الله. بدأت بتخريج طلاب الثانوية العامة عام 99، فعام 1999 خرجت 10 طلاب فقط، والحمد لله في هذا العام، عام التسامح، عام 2019 بلغ عدد الخريجين 105 طلاب. في هاي الفترة الزمنية اللي عمر المدرسة 38 عام خرجت بحدود 1700 طالب وطالبة، فمنهم المهندس، ومنهم الأطباء، منهم المدرسين، ضباط الأمن، لأنها هي من أوائل المدارس في هاي المنطقة. نعم، الله يعطيك العافية. خلينا نتكلم عن المواصفات اللي تريدها وزارة التربية والتعليم في المدارس الخاصة. نعم. أستاذة، أو يعني أهم شيء في التربية والتعليم اللي بهمها الشرط الأول اللي هو الأمن والسلامة للطلاب. أكيد. توفير الأمن والسلامة للطلاب من ناحيتين، الناحية الأولى اللي هو المبنى، إنه يكون آمن وسليم، تكون بيئة آمنة جاذبة للطلاب، من ناحية الحمايات، الممرات، التنقل في الباصات. أكيد. تكون آمنة وسليمة. ومن الناحية الأخرى حمايتهم من الأذى، من الإساءة، من العنف، من التحرش، من التنمر. هذا المجال بالذات اللي هي يعني وزارة التربية والتعليم شغالة عليه، فإحنا جاي المدارس بكون يعني هدفنا الأول. أكيد. اللي هو توفير الأمن والسلام للطلاب، لأن الطلبة أمانة عندنا. صح طبعا. دكتورة عايشة، أظني قبل فترة كان في تقييم الوزارات للمدارس الخاصة الأكاديمية. نعم. كيف كانت مدرسة الإمارات الخاصة في التقييم؟ إحنا زارتنا لجنة الرقابة والتقييم، طبعا هي بتقيم عدة مجالات. نعم. احنا بالنسبه للمرحله الاولى رياض الاطفال الحمد لله اللي هي عدت بنجاح، كانت يعني مرحله رياض الاطفال. احنا قمنا السنه بانشاء قسم خاص لرياض الاطفال، طبعا وفرنا له كل المتطلبات اللي طالبتها وزاره التعليم، امنا له هيئه تدريسيه، كادر مؤهل، استخدمنا جميع اساليب تكنولوجيا التعليم، استخدمنا طرق واستراتيجيات تدريس جديده، فتميز قسم الكي جي في عندنا في الروضه في هاي المدرسه في لجنه الرقابه، كان هو اعلى درجات اخذها بالنسبه. نعم. للمراحل الاخرى في المدرسه. اكيد. اما بالنسبه للمراحل الاخرى اللي تميز عندي انا الثانويه العامه، الفصل الاول عام 2018-2019 كانت نسبه نجاح 100%، أكثر من 50% من هؤلاء الطلاب جابوا فئة A اللي هي فوق 90. الحمد لله بتوفيق من رب العالمين، وبدعم بصراحة سعادة السيد خليفة المطر الكعبي رئيس مجلس الإدارة، وطبعا أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة للمنطقة التعليمية، بالإضافة لحكومة الفجيرة بشكل عام، من الدفاع المدني، من المرور، من الشرطة المجتمعية، شراكة مجتمعية، جميعهم ساهموا وشاركوا. نعم. في هذا التطوير من إلقاء المحاضرات والدعم للمدرسة، فيعني كانوا لهم يد في هذا النجاح. أكيد دكتورة. نعم. خلينا نشوف معاك الحين تقرير حفل تخريج عام التسامح، تبعد عام التسامح. طبعا هذا اليوم يوم مبارك الحقيقة، وأبارك لأبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة الذين تخرجوا هذا اليوم الدفعة 20 الحقيقة من مدرسة الفجيرة الخاصة، وهذه الدفعة 20 مدرسة الفجيرة بدأت طبعا 81 وخرجت حتى الآن 1700 طالب اللي هم رفضوا سوق العمل بجميع خبراتهم، وترى خريجين مدرسة الإمارات الخاصة الحقيقة في كل مجالات الحياة متواجدين، فاليوم هذه فرحة
جميلة جدا بهذا الحضور المبارك وتشريف الحقيقة الشيخ أحمد بن سيف الشرقي على تشريفه اليوم. نشكره جزيل الشكر ومجلس التعليم والمنطقة التعليمية وكل من ساهم الحقيقة في هذا الحفل الكريم. طبعا ما ننسى فضل مدرستنا وفضل أهالينا علينا وفضل ربنا وبجهودنا وتعبنا لنا اللي بدنا إياه الحمد لله. وطبعا إحنا اليوم باليوم اللي إحنا نتعب عشانه ونستناه كل يعني كل مرة، فالحمد لله إنه يعني الله أكرمنا وعطانا المعدل اللي إحنا بدنا إياه، والوزارة طبعا ما قصرت معنا رغم زخامة المناهج، لكن هم تسامحوا معنا وسامحونا بتسامحوا معنا بالتصليح وبالامتحانات طبعا كانت الحمد لله سهلة والحمد لله كل شيء تمام. بشرفنا ان احنا تخرجنا من المدرسة ووفرت لنا كامل الامكانيات ان احنا نكمل ونوصل لهذه الدرجة. بحب نشكر كمان والدينا، بحب نشكر طبعا الناس اللي ساعدتنا في هاي السنة اللي ما قصرت معانا من كل يعني من كل الجهات. بحب اشكر المدرسين المعلمين المعلمات والدينا جميعا، وان شاء الله رب العالمين راح نكمل مسيرتنا ان شاء الله في التعليم كل تفوق واجتهاد، وان شاء الله تسمعوا عنا الاخبار الطيبة ان شاء الله. نعم جميل سهام مشاهدي الكرام، ذكريات حلوة صح؟ فعلا شوفي يعني لحظات التخرج تتم عالقة في ذهن أكيد. الشخص لو مرت سنوات صح. وسنوات وسنوات لأنها لحظة ما تعوض يعني أبدا طبعاً. أكيد. خلينا نرجع لك دكتورة ونتكلم عن مدرسة الإمارات الخاصة الـ 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 الأمور اللي حققتوها خلال السنوات الماضية. المدرسة زي ما حكينا هي مدرسة يعني عمرها قديم من 38 سنة. أول الاختبارات الوطنية والعالمية الوطنية والدولية اللي تشاركتوا فيها. شوف هي من محاور الأجندة الوطنية، الأجندة الوطنية اللي كانت رؤية الدولة إنها تكون دولة الإمارات من العشر الأوائل في التعليم على مستوى العالم. طبعا هون في مركز الأسترالي للبحوث العلمية هو اللي بيقوم بهاي الاختبارات الوطنية والدولية. نعم. بتشارك فيها جميع المدارس، طبعا بيختاروا هم بشكل عشوائي. نعم. لبعض المواد. مدرستنا شاركت السنة في جميع الامتحانات الوطنية والدولية. الآن يتم تحليل هاي النتائج في المركز الأسترالي للبحوث العلمية، فالحمد لله بيجي التقرير من المركز بيكون محدد في مستوى الشرق الأوسط، مستوى العالم، ومستوى المدرسة بالذات يعني أنت وين موقعك في العالم. أكيد. فكانت نتائجنا لهذا العام في امتحان الاي بي تي الدولي وفي أعلى مستوى الشرق الأوسط وأعلى مستوى الدولي، يعني النسبة كانت تفوق المعدل. الحمد لله في يعني تقارير موجودة عندنا من المركز الأسترالي للبحوث اللي هم بيحللوا النتائج وبرسلوها للمدارس. نعم. إحدى الطالبات أثنت على الإدارة المدرسية، خلينا نتكلم كيف وفرت لهم المدرسة الجو اللي يقدرون فيه مثلا يذاكرون فيه أو حتى طريقة التدريس اللي استخدموها مع الطالبات. شوفي أول تغيير إحنا أملنا لهم جميع مصادر التعلم. نعم. عملنا الملاعب سواء كانت للذكور أو للإناث، أنشأنا قسم خاص للروضة زي ما حكيت لك، عملنا مختبرات علمية، مختبرات حاسوب، مصليات للذكور. نعم. والإناث. بس أنا أقصد الطالبات اللي وصلتوهم مرحلة التفوق، شو الأساليب اللي استخدمتوهم؟ نعم. أنا هو أول شيء أنت لما بتوفري للطالب أول شيء مصادر التعلم. نعم. هاي أول أهم شغلة، وفرت لهم البيئة، الآن بتوفري لهم المعلم الناجح. نعم. قمنا بتنمية وتطوير المعلمين مهنيا عن طريق الدورات والمحاضرات وتبادل الخبرات حتى صار عندك معلم قادر على إنشاء جيل. نعم. الآن بلشنا بخطط للطلاب، قمنا بعمل خطط إثرائية للطلب الموهوبين والمتفوقين اللي بتناسب مستوى الذكاء تبعهم. نعم. اشتغلنا عليهم لوحدهم، الآن هاي فروق فردية بتلاقيها بداخل الصف. عملنا خطط علاجية للطلاب المتدني التحصيل العلمي تبعهم. نعم. واشتغلنا عليهم على هذا الأساس. عملنا خطط لذوي الهمم، وكانت عندنا تجربة في المدرسة موجودة عندكم يعني. نعم. كانت عندي تجربة في المدرسة في إحدى الطالبات كفيفات، اجوا وفد من وزارة التربية والتعليم زاروها لأكثر مرة. نعم. فكانت التجربة ناجحة جدا، فكنا نعملها بخطط
منظمة، كنا نكبر لها أرسلة الامتحانات، كنا نعملها لجنة خاصة. فالحمد لله هذا كان سبب في ارتفاع نسبة التحصيل العلمي عند الطلاب. زائد استخدمنا استراتيجيات التدريس الحديثة، ابتعدنا عن المحاضرة والأساليب القديمة، بلشنا ندرب الطالب على التفكير والإبداع، نأهل هذا الطالب حتى يخوض الامتحانات العالمية مستقبلا، لأن الامتحانات العالمية فقط تقيس مهارات. تقيس الإمارات هي كذلك فقط. تقيس المهارات. نعم. المنهج اللي تستخدمونه دكتورة في منهج وزارة التربية والتعليم. نعم. النسبة الخريجين في يعني في مواطنين كانوا السنة هذه. نعم لنا نسبة مواطنين. هي عندكم نسبة فيها. نعم. تشوفين المنهج الوزاري الحين مرغوب فيه في المنهج الوزاري قوي جدا وناجح ما شاء الله يعني. في أغلب أولياء الأمور الحين سيام مشاهدين الكرام. لا يفضلون أبنائهم يعني يروحون يتعلمون المدارس اللغات وغيرها. نعم. ما أعرف شو السر دكتورة في الموضوع هذا. لا هو شوف إحنا مدارس وزارة التربية والتعليم هي بتشتغل على الطرفين. نعم. يعني بتشتغل على منهج اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية أبدا. نعم. ما بتهمل أي مجال. أكيد. الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة تقدمينها من خلال برنامجنا دكتورة. شكرا لكم. شكرا كثير ما قصرت. الله يحفظك يا رب. دائما موفقين إن شاء الله. شكرا لك دكتورة عائشة سلامة الصمادي مدير مدرسة الإمارات الخاصة. شكرا لك. نورتينا. شكرا لكل مشاهدينا الكرام. فاصل بعدها راح نواصل. خلوكم يعني لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. افتتح خور أم القيوين أمام الصيادين المواطنين ظهر أول أمس بعد إغلاق دام 4 أشهر، وذلك بهدف تكاثر الأسماك بمختلف أنواعها وأشكالها من البياح والصافي والخباط والشعم وغيرها. طبعا للمزيد معانا عبر الهاتف الأستاذ جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين أم القيوين. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ جاسم. أستاذ جاسم مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. كيف أمور إن شاء الله؟ طيب الحمد لله بخير. الله يخليك أستاذي. لو ترمسنا عن التسهيلات اللي قدمتوها للصيادين وقت إغلاق الخور، المدة اللي كنتم ساكنين فيها الخور. والله يا أخوي نحن الحقيقة يعني صار عندنا تسكير الخور السنة شوي صار مجدم. اللي هو 15 سنين. فالحمد لله هذه في فترة هذه الإغلاق اللي هي 4 شهور سنة طبعا زاد تقريبا 12 يوم على الفترة اللي طافت هاي، ولكن الحمد لله بنتائج إيجابية الحمد لله، ويأتي نتائج الحمد لله ملموسة طبعا الحين خلال يومين هذه. طرح السمك كان ما شاء الله متوفر بكميات كبيرة. نعم. صار انخفاض حتى في أسعار السمك، صار فيه متناول الأيدي. يعني الحمد لله الأمور إيجابية من ناحية التسكير. طبعا الصيادين اليوم متفهمين كل الإجراءات وكل القوانين بحكم أن سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد معلّى حاكم إمارة أم القيوين مهتم في البيئة البحرية ومهتم في كل ما يتعلق بالخور. والحمد لله نحن ماشيين الحين على هاي التجربة صار لنا سنوات، لكن الحمد لله هذه ترجع إلى مردود إلى المواطنين نفسهم. يعني عندنا الخور بس يمارس فيه النشاط الخور الصيد بس المواطنين فقط. نعم. أستاذ جاسم خلينا نتكلم عن التصاريح الخاصة بالصيد في الخور. التصاريح الله يسلمك تعطى من عمر اللي هو 18 سنة. نعم. هذا الشرط الرئيسي، تعطى يكون الشخص جواز صادر من إمارة أم القيوين. نعم. تعطى للناس اللي هم متخصصين في شغلة الخور يعني. نعم. الأدوات الصيد المسموح فيها باستخدامها في الخور هي عندنا الشيء الرئيسي بالشباك. نعم. وثاني شيء اللي هو بالقراقير. نعم. وثالث شيء اللي هو بالخيط. ممتاز. نعم. أستاذ جاسم خلينا نتكلم عن آلية التعاون الجديدة بين الجمعية ولجنة تنظيم الصيد مع الصيادين. والله نحن قبل افتتاح الخور تقريبا. نعم. ب4 أيام سوينا اجتماع تنسيقي كانت في إدارة الجمعية. نعم. مع الصيادين اللي هم بيمارسون نشاط الخور. نعم. طبعا كانت بين إدارة الجمعية ونقطة أمن الخور اللي هي تعتبر تابعة لوزارة الداخلية. نعم. واللجنة الثالثة اللي هي مراقبة البيئة اللي هي تابعة لبلدية أم القيوين. نعم. أستاذ جاسم حميد غانم رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين شكرا على هذه المداخلة الجميلة. عفوا. الله يعطيك العافية.
مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريونا. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. طبعا الإجازة المدرسية بدأت سهام، واليهال بدال أنهم يقعدون في البيت ويسوون شيطانية يروحون يفرغون الطاقة هذه برا، أكيد السهر والأمور هذه أكيد طبعًا. عندهم معسكرات وعندهم نوادي وعندهم مش كثر ما شاء الله. على طار المعسكرات، طبعا المعسكر الصيفي للأطفال 2019 اللي راح يستمر طيلة شهر يوليو وأغسطس من 2019، واللي تنظم هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية، أكيد تحت شعار نحو صيف مبدع. بنتعرف أكثر عن هذا المعسكر مشاهدينا مع ضيفنا الأستاذ الموزع عبد الله حنظل النقبي، رئيس تنفيذي للفعاليات في هيئة الشارقة للكتاب في المنطقة الشرقية. مرحبا بك، نورتي البرنامج أستاذة. الله يعطيك العافية. خلينا نتكلم في البداية عن كيف يمكن دعم الإبداع وثقافة الابتكار والاختراع في هذا المعسكر. طبعا بالنسبه لهذا يعتبر المعسكر الثاني في المعسكر الثاني لهيئه الشارقه للكتاب في المنطقه الشرقيه. طبعا احنا حاولنا دائما ان اي برنامج نسويه يكون يتماشى مع العام واللي هو عام التسامح، فجمعنا بين الابتكار وجمعنا بين الابداع وجمعنا بين لغه التسامح اللي نعلمها للاطفال. فكان هذه الاهداف الاساسيه للمعسكر، وتعزيز الثقه للطالب في تقديم كل ما هو مفيد مستقبلا حق دولته. جميل، يعني زراعه القيم في نفوس الطلبه والطالبات. المعسكر اول شيء كم اعمارهم اللي يسجلون؟ طبعا هو من 7 سنوات لين 13 سنه. حلو. يباتون في مكان معين يعني؟ لا يكون هو من الفتره الصباحيه من الساعة 9 لين الساعة 12:30، بيكون موزع على 4 مدن اللي هي المناطق الشرقية، اللي هي يبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم يبدأ في دبل حصن، وبعدها مدينة خور فكان، عقب وادي الحلو وكلبار. يعني كل مرة في مكان؟ كل مرة في مدينة، 5 أيام فقط. حلو، خلاص أنا بلحقكم في كلبار إن شاء الله. حياك الله، حياك الله. إنزين، يعني كيف ممكن البرمجة آلية التدريب المعتمدة في هذا البرنامج؟ طبعا احنا بالتعاون مع مركز النجوم، مركز معتمد اكاديميا ومعروف في إمارة الفجيرة، وما شاء الله مخرج الكثير من العباقرة وطلاب المشاركين في المسابقات الدولية والمسابقات مع الإمارات الثانية مثل دبي. فاتفقنا معهم في بداية السنة وحددنا الآلية اللي نحن محتاجينها، أن نبدأ الأشياء هي المتطورة مثل اللي هي تعليمهم كيفية صناعة الروبوت، تعليمهم المحادثة باللغة الإنجليزية، وأدخلنا بعض الأشياء اللي هي الترفيهية. فحاولنا دائما أن البرامج تكون شيء يفيد الطالب وعلى حسب الأعمار اللي محددة حق الطالب. في نسبة معينة محطينها عدد الطلبة والطالبات اللي بين يلتحقون في هذا المعسكر أم مفتوح؟ طبعا لا، صراحة العدد في زيادة. ولا تزال يعني تينا لين الحين الاتصالات، لكن سكرنا العدد لأن ما شاء الله نحن محددين لكل إمارة لكل مدينة 50 طالب. بس في كلبا 50 طالب كتجربة، نحن ثاني تجربة، فتعتبر هيئة الشارقة للكتاب 3 سنوات نحن نشتغل في البرامج، بس 3 سنوات فلازم نجرب. كان العدد أقل، عقب زدنا العدد يوم شفنا الإقبالية، بس أقولش إن إقبالية العدد وايد كبيرة، تفوق 60 ما شاء الله. فنحن هذا المركز متفقين معه على آلية مثلا معينة على حسب الميزانية المتواجدة في هذه السنة، فحاولنا بس اللي قدرنا نرفع اللي هي مدينة كلباء 60 طالب بيكونوا إن شاء الله مشاركين معانا، أما في باقي المدن 50 50 50. عشان سويتوا لهم واسطة أنتم؟ ما سوينا لهم واسطة، زودتوا العدد، حاولنا ندخلهم. المشكلة أن كلهم إخوان وخوات، الأخ يبى مع أخته والأخت مع الأخوة، لأن الأسرة مثلا أنت بتدخل عيالهم كلهم مرة واحدة عشان يتفيج بعد شيء ثاني. حلو فعلا في مارت الشارجة الاهتمام بالثقافة بشكل كبير وبالكتاب وبالطفل. والأجمل منكم أنتم في هيئة الكتاب أن الطفل في الإجازة الصيفية بدل أنه يقعد بالآيباد ولا شيء، حلو لما ينسجم مع الكتاب، يأخذ دورة ويعتمد من صغر سنة، لما يروح للدورات هذه راح يستفيد بشكل كبير. أكيد لكم استراتيجية في الشيء هذا؟ طبعا هي نحن دائما نحاول أن نقدم كل هو ما يفيد الطالب، سواء طالب طالبة، وما نحدد سن معين، نحاول دائما أن نرضي جميع الأعمار في المناطق الشرقية. لأن في إمارة الشارقة، طبعا هيئة الشارقة للكتاب في الشارقة في الإمارة تعتمد على معرضين، اللي هو معرض الشارقة الدولي للكتاب اللي يكون في نهاية شهر 10 على بداية شهر
11 ويكون مهرجان الطفل القرائي. فهذه البرامج الضخمة دائما يكون لها التجهيز قبلها بسنة. كل برنامج يكون التجهيز بعد ما يخلصوا من البرنامج يجهزوا لبرنامج اللي هو البرنامج اللي بعده. فأما نحن في المناطق الشرقية هو مهمتنا الأساسية أن نحن كيف ننشر الثقافة سواء كانت إلكترونية إبداعية صحيح. ابتكارية، لأن الحين التركيز أكثر شيء على المستقبل. أكيد. فالحين إن شاء الله بعد أنا خلال هالبرنامج إن شاء الله أوعدهم أنه في السنوات القادمة أن نحن نحاول نزيد العدد، يعني ناخذ أكبر عدد ممكن من الطلبة في في المدن يعني أكيد. وطبعا نحن بس مش مدن الشارقة، طبعا حتى إمارة الفجيرة عندنا من بعض المناطق بالفجيرة مربح مثلا في عندنا طلاب من القرية مناطق من القرية، فنحن مفتوح أصلا. وحتى اللي هم جنسيات الأخرى مثلا مش المواطن اللي هم أبناء الجنسيات بعد إحنا دخلناهم معانا. البرنامج ما يعني يقتصر فقط على إمارة الشرق، لا نحن فتحنا المجال لأن كل طفل عنده إبداع عنده ابتكار إنه ينضم لنا. وأنا إن شاء الله بإذن الله نحن نسعى إن شاء الله أن نحاول نجيب اللي هو أكبر برنامج في الإمارة كلها في دولة الإمارات اللي هو تقوم به صندوق الوطن اللي رئيسه الفريق والضاحي خلفان، وما شاء الله شيوخ الفجيرة متبنين هذا البرنامج. فإحنا نحاول إن شاء الله يعني أن نجيب هذا البرنامج اللي هو المبرمج الإماراتي الذي سينطلق الأسبوع القادم إن شاء الله من قبل شباب الفجيرة، شباب أتوقع اسمه شباب مجلس شباب أيوة الفجيرة. فالله يعطيهم العافية، وإن شاء الله يا رب كل طفل مبدع مبتكر أكيد. إن شاء الله بإذن الله إحنا بنرعاه بإذن الله. أكيد. أستاذ موزة خلينا نتكلم عن شراكة المجتمعية في المعسكر الصيفي، المؤسسات أو اللي دخلوا معاكم في هذا المعسكر. طبعاً إحنا اللي دخلنا معهم إحنا كهيئة معانا المكتبات اللي هي مكتبات المنطقة الشرقية مثل مكتبة كلبة، خورفكان، دبا، وادي الحلو. فحاولنا أن يمكن في مدينة كلبة لزيادة العدد يمكن مثلاً نتفق مع مؤسسة ثانية اللي هي أقرب لنا الناشئة مثلاً على أساس أنه ما بتكفي مثلاً المكتبة لين العدد الأكثر، لكن في بعض المكتبات لا، كانوا من السباقين صراحة للمشاركة ويانا، واشكرهم أنا خلال هالبرنامج أنهم رتبوا لنا الموضوع، رتبوا لنا الطاولات، الكراسي، الأدوات اللي نحن محتاجينها، الداتا شو كلها صراحة المكتبات ما قصروا يعني. وانقل تحياتي لأستاذتهم إيمان بوشليبي المسؤولة عن هالأشياء، والله يعطيهم العافية صراحة. الله يوفقهم يعطيهم العافية. الطفل أو الشاب أو الولد لما يروح هنا شو اللي راح يستفيده؟ شو الامتيازات اللي راح يطلع فيها بعد المعسكر؟ طبعا بالنسبة إحنا ابتعدنا عن جو المدرسة لأن طالب كله كان تلقين يعني كنت أتكلم مع عبد العزيز بهالنقطة أيوة. قلت له إذا الطفل ينتقل من نفس المدرسة لنفس الروتين وايد ممل. وما حاولنا في نفس الوقت إنه يعني يسوي البرنامج ترفيهي بحت يعني كله ترفيهي لعب لا، أو مثلا ورش أو مسابقات. ورشنا كانت على أشياء ابتكارية تتماشى مع خطط 2020 أو 2021 أو 2071 اللي هي رؤية الإمارات 71، هذه رؤية الإمارات طبعا إنها يكونوا مستقبليين يعني ابتكاريين إبداعيين. فحاولنا أن الطالب نفس الوقت يستفيد من البرنامج وفي نفس الوقت يرفه عن نفسه، بس مش بطريقة يعني اللي هي الترفيهية الكبيرة، لا ترفيهية بسيطة يعني بعض الورش البسيطة. كيف عززتوا مهارات المستقبل أثناء الشهر في طلاب هذه الورش؟ مهارات القيادة، التعامل، الابتكار وغيرها. يعني هي حاولنا ندخل مثلا بعض الورش اللي تتكلم عن التسامح بما أننا نحن عام التسامح، الثقة بالنفس صحيح. أن الطفل العمر 7 سنوات أنه قادر يبدع وينتج، قادر أنه يبتكر من خلال الريبورت، تركيب الريبورت من خلال التحدث باللغة الإنجليزية هي لغة العصر أو ياخذ مهارة ويشتغل عليها. هي يشتغل يعني هم مركزين على مهارات معينة، طبعا من خلال هالمهارة اللي بيتم اكتشافها من الطلاب بيكون في متميزين وبيكون أكيد. لهم امتيازات كبيرة طبعا من قبل الهيئة ومن قبل المركز. أكيد. أنا بعد برجع نفس السؤال اللي سألتني يا سهام وسألتك بعد، أنا بعد أشوف أن الولد سنة كاملة 7 شهور ولا 8 شهور وخاصة هالفترة وايد كان ويقوم الصبح 9 شهور انتو أدرى يقوم الصبح يعني في تعب، فلما يخلص ما لحق أسبوع يدش يقوم الصبح مرة ثانية ويروح يتعلم، ما تحتاجين إن شيء لازم يكون فيه ترفيه أكثر من التعليم؟ يعني نحن حاول يلعب كورة، يلعب تنس، يلعب سلة، ولا إنه يقعد يقرأ وابتكار واختراع
لا لا انت تعرف البرنامج ان الاتصالات انا مش مؤيد السؤال الاتصالات لين الحين ان عيال صراحه ما شاء الله اولياء الامور ترى ولي الامر ما يحس يعني انا اللي اشوفهم وايد مركزين على الابتكار وانا كام والدي في اسبوع الجاي بيكون في المبرمج الاماراتي والاسبوع اللي بعده بيكون في مركز الطفل الترفيهي اللي هو كره والاسبوع اللي بعده بيكون في شفت يعني احاول بان هذا الشيء بينفع الطفل هو في عندها هاي رغبه ولي الامر مش رغبه الولد ما عليك رغبتهم انا اتحدث بلسان الولد انتم يعني اولياء امور والله يوم يجونا ما شاء الله يعني الاطفال السنه الماضيه انا وايد مستانس عليهم وايد مستانس والتنافس روح التنافس ان كل واحد يطالع الثاني يشوف هالطالب أكثر فيقول أنا بأستي نفسه أو أكثر منه بعد هو شوف أنا أتفق من ناحية الفراغ أن الفراغ مضر أكيد. فعلا لكن في نفس الوقت الضغط الزايد والآيبادات يعني أكثر يتم على شو التليفون أو الآيباد بلايستيشن أو هذه يعني بس فنحن نحاول يعني أن نبعدهم شوية عن هالأشياء مش في تكنولوجيا ثانية في تكنولوجيا مبتكرة فعلا. يعني أنت آلية بس تركيب الروبوت طبعا أتمنى تلفزيون الفجيرة إن شاء الله هي الأسبوع القادم عندنا في ديبة أو في خورفقان يغطي لنا هالبرامج يعني أكيد أكيد فأتمنى يا رب أنت تشوفوا بس كيف تركيب الروبوت يحب يعني الطالب مثلا يبي يعرف كيف بيستوي الروبوت آخر شيء كيف بيمشي فهذا يعزز فيه مهارة التفكير الطالب اللي عمره 7 سنوات بيكون غير عن تفكير الطالب اللي عمره 10 سنوات أو حتى 9 سنوات فاندماجهم هذا يعطي فكرة والثاني يعطي فكرة بالعكس يفرحنا نحن إن الحمد لله أبنائنا يعني عندهم قادرية وقابلية للإنتاج وقابلية للاستيعاب فإن شاء الله بعد العيد اللي بيروح أسبوع عندهم ترفيه وعقب يردوا المدرسة مرة ثانية خلاص يرجعون للدراسة مرة ثانية فعلا في سؤال سالينا سهام أنت تشوفين أن الأولاد هل بعد الدورة هاي هم لهم شغف أنهم يكملون مثلا الابتكار أو أنهم يسوون يبرمجون الروبوت هل لهم يعني ميول أنهم بعد الدورة هذه يكملون ويتعرفون أكثر؟ إن شاء الله طبعا في امتيازات قوية بتكون إن شاء الله أول شيء بيحصل الطالب على شهادتين شهادة تقديرية اللي هي من هيئة الشارقة للكتاب وشهادة تقديرية من مركز النجوم طبعا بالنسبة لمركز النجوم اللي هو موجود في إمارة الفجيرة مركز متميز جدا سواء كان بإدارته اللي هي الدكتورة آمنة الضنحاني والاستاف اللي موجود معاها في عندهم امتيازات قوية طبعا عطوها لنا كهيئة بما أن نحن ثاني مرة نشتغل معاهم في عندهم 40% خصم لكل طالب موجود في الدورة يقدر عقب في الورش اللي بيطرحوا عقب في نهاية البرنامج يقدر يدخل معهم عندهم الكثير من البرامج أفضل وأكبر برنامج عندهم اللي هو الحساب الذهني كيف يحسب الطالب ذهنيا يعني هذه الأشياء ما موجودة دائما مش موجودة الاهتمام فيها فأصبح الحين التركيز وايد عليها فبيكون في خصم 40% لجميع المنتسبين لهالبرنامج بيكتشفوا الموهوبين أي موهوب بيكون مشاركته مستقبلا أو بعد الدورة مباشرة بيختير أنه يشارك معاهم في المسابقات الدولية طبعا بيروح تصفيات في إمارة دبي وبعد الإمارة يمكن عادي يروح اللي هو للمسابقات الخارجية بخارج الدولة العالمية بعدهم هم هذه شغلتهم هم اللي بيختاروا الموهوبين يعني بيحاولوا هم قدر الإمكان قدموا لنا صراحة امتيازات قوية جدا فأشكرهم بعد خلال هالبرنامج صراحة جزاهم الله ألف خير يعني وإن شاء الله نكون يعني على يعني نقول بيئة جاذبة تخلق جيل مبدع مبتكر لأن أنا ألاحظ الأولاد اللي لما يكونون يعني يروحون برنامج صيفي ويتعودون عليه أو حبوا طريقته فتحصلينهم متحمسين ليتريون اليوم الثاني اللي يروحون لهذا البرنامج يعني أنا أتذكر في البرنامج السابق نفس المركز إحنا كنا جايبين فكانت الأم في مدينة خورفكان عندها ولد وبنت ياخذوا البرنامج 12 ونص يخلصوا توديهم المركز نفسه الله يعطيهم العافيه كانت يعني مصره انهم ياخذوا يعني ياخذوا وايد اشياء من هالمركز يعني فعلا شيء جميل جدا موزع عبد الله حنظل النقبي الرئيس التنفيذي للفعاليه في هيئه الشارقه الكتاب في المنطقه الشرقيه شكرا توجيهكم معنا الله يعطيكم العافيه مشكورين والله يعطيكم العافيه الله يعطيك العافيه طبعا اكيد وصلنا للختام عبد العزيز مشاهدينا وصلنا للختام اتمنى ان شاء الله فقراتنا اليوم نالت اعجابكم حياكم الله مشاهدينا الكرام تصبحون على خير وسعاده ونشوفكم على خير حياكم الله وفي مولاه